أيضا بادرة الرئيس أوباما للقضاء على السرطان شبهت بغزو جديد للقمر بكل ما تحمل من حماسة وعمل دؤوب ببحوث العلاج باسل. فنبيلة، البيت الأبيض يريد إعطاء زخم لتسريع حملة مكافحة السرطان مع ميزانية تبدأ بمليار دولار، وتهدف المبادرة المسمى منشات في إشارة إلى برنامج أبولو لغزو القمر إلى مساعدة أخصائي الأمراض السرطانية للإطلاع بسرعة أكبر على أحدث الأبحاث. بدأ نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الترويج لمبادرة تهدف إلى القضاء على مرض السرطان في معركة شبهها الرئيس باراك أوباما بغزو جديد للقمر، واعتبر الحملة مسعى قوميا جديدا لاكتشاف علاج لهذا المرض. من أجل الذين خسرناهم ممن نحب، ومن أجل العائلات التي ما زال بإمكاننا إنقاذها، فلنجعل من أمريكا البلد الذي يستأصل السرطان مرة واحدة وللأبد. يؤكد الدكتور مارشال أن هذه الحملة ستساعد في مضاعفة وتيرة التقدم نحو علاج السرطان، فعلى الرغم من التقدم العلمي الهائل في فهم طبيعة المرض ومحاولة علاجه بمختلف الطرق الحديثة، إلا أن السرطان يبقى أحد أهم الأسباب المؤدية إلى الموت. فمنذ أن أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون الحرب على السرطان، لا يزال الأمل قائماً مع كل اكتشاف جديد، معلناً جولة أخرى ضد هذا المرض. بالحقيقة أول تكليف يرجع إلى عام 1970 حين دعا الرئيس ريتشارد نيكسون لمحاولة علاج السرطان، لذلك فقد أنفقنا كثيراً من المال ولعقود لنحاول إنجاز ذلك، والآن نسمع دعوات للعودة مرة أخرى للتركيز على علاج السرطان، وهو ما يجعلنا نشعر بالغبطة. ويضيف الدكتور مارشال أن الخطوة الأولى والأهم تكمن في جمع بيانات جينية لآلاف من مرضى السرطان في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق جينية تفسر تطور المرض عند بعض المرضى وتتسبب في وفاة البعض الآخر في غضون شهور أو سنوات. كيف نضع كل المعلومات معا؟ نحن لدينا القدرة على القيام بالخطوة الأولى والتي نسميها السجلات الطبية الإلكترونية، إذ تبنى هذه السجلات منفصلة من كل المراكز الطبية ويتم جمعها والتشارك بها مع التركيز على احترام المعلومات الطبية الخاصة لكل مريض واستخدام هذه السجلات الطبية بطريقة تحفظ الخصوصيات، وفي الوقت نفسه نستطيع كأطباء الانتفاع العلمي من جمع تلك المعلومات. تقدر منظمة الصحة العالمية ظهور 14 مليون حالة سرطان جديدة في العالم كل عام، ووفاة نحو 8 ملايين شخص نتيجة هذا المرض. الحقيقة المريرة هي أن هناك واحدا من كل 7 أشخاص في العالم لديه إمكانية الاستفادة من الرعاية وعلاج السرطان، ولأن علاج السرطان يعتبر معقدا ومكلفا جدا في كثير من أنحاء العالم، حيث لا تستطيع دول كثيرة تقديم المساعدة لمرضاها، وهو العلاج الذي نسميه المستوى العلاجي المتعارف عليه، لذلك يجب معرفة كيفية تزويد كل المرضى في العالم بهذا المستوى الأساسي. ويرى دكتور مارشال أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي عالية، لكن التقدم الطبي نجح في تقليص الوفيات وإطالة أعمار المصابات بحوالي 90%. سرطان الثدي من الأمراض المهمة، حيث أن زوجتي أصيبت بسرطان الثدي من قبل. أفضل الأمثلة الناجحة لوصولنا إلى علاج سرطان الثدي كانت من خلال الدراسات الحثيثة ومعرفة المصادر والبحوث اللازمة والمتطورة، وهي ما نحتاجه لعلاج أنواع السرطانات الأخرى. يذكر أن طرق العلاج بمجموعة مختلفة من العقاقير تتقدم، إلا أن طرح هذه العقاقير في الأسواق لا يزال مكلفاً وبطيئاً. حسب إحصائية جمعية السرطان الأمريكية لهذا العام، فإن هذا المرض هو السبب الثاني الأكثر شيوعاً للوفاة في الولايات المتحدة، ويتسبب بحوالي 1 من كل 4 حالات وفاة. وأوضحت أيضاً أن ما يقارب 12% من النساء يصبن بسرطان الثدي خلال فترة حياتهن. وراء كل تجربة تعيشها مريضة سرطان الثدي حكاية مؤلمة، ومن هذه التجارب قصة تاتيانا التي عاشت فترة صعبة بعد إصابتها به، وتقول إن الخبر كان مفاجئاً لها، إذ إنها لم تتوقع ذلك كونها من النساء اللواتي يمارسن الرياضة ويتبعن نظاماً غذائياً صحياً. ماذا تقولين؟ قالت الدكتورة: أنا متأسفة، أنت مصابة بسرطان الثدي. فقلت: كيف؟ قالت: يجب أن تحددي موعداً مع الدكتور الجراح للاستشارة. فقلت: متى؟ قالت لي: من الأفضل الإسراع وبأقرب وقت ممكن،
في تلك اللحظة تغير كل شيء في حياتي، ووعدت نفسي بأن أحارب هذا المرض بقوة وأن أكون محاربة قوية. أما مرحلة العلاج فتعتبرها تاتيانا صعبة جداً، لا سيما في فترات معينة، لكن توفر العلاجات التي تسمح بتخفيف حدة الأعراض ووجود عائلتها إلى جانبها لم يجعلها تفكر يوماً في الموت طوال فترة العلاج التي خضعت فيها لثلاث عمليات طويلة انتهت باستئصال الثديين. أفضل شخص كان بجانبي هو ابني أليكس الذي جاء من ولاية أخرى ليكون معي كل الوقت، فقد أعطاني كل الدعم والحب الذي أحتاجه في وقتها. أخذني إلى المستشفى وقال لي إنه يحبني جدا وسيراني بعد إجراء العملية، وهو الذي كان يمسك بيدي عند إفاقتي من العملية، بالإضافة إلى وجود أصدقاء حولي. وتلفت تاتيانا إلى أنها وبعد شفائها تماماً من المرض قررت إجراء عملية تجميلية للصدر، وتؤكد أن الطب المتقدم أوجد علاجاً شافياً للأمراض كافة بما فيها سرطان الثدي، شرط اكتشافه مبكراً. لذا تنصح تاتيانا النساء بإجراء الفحص الدوري المبكر. يجب أن نكون متفائلين وأقوياء لنواجه صعوبات بتحدي كبير، إذ وعدت نفسي بأن أبتسم وأن أكون جميلة وأعتني بنفسي كل يوم، المهم التفاؤل والقوة. لم تستمر صدمة تاتيانا بعد إصابتها بالمرض طويلاً، ولم تضعفها أو تنل من عزيمتها، مؤكدة أنها واجهت المرض بكل شجاعة لتكون هذه التجربة نقطة انطلاقة أمل جديدة. أروى صوان لبرنامج اليوم على الحرة، واشنطن. كم هي رائعة هذه الشجاعة وهي تعزف بأناملها لحن الحياة الوردية بعد القضاء على المرض يا باسل. بالفعل ربما يا نبيلة، يعني كما تقول أديث بياف في أغنياتها: اعطي لقلبك الأمل تنال ما تريد. صحيح.